لان على بركه الله موضوع اليوم هو موضوع لهاد البنات هادم اللي كيرفدوا دي البواليس ديالهم وكيمشيو للديار ديال الرجال يعيشوا معاهم، على اساس ان داك الرجال وعدوهم بالزواج ولا من غير مواعيد. انا ما كيهمنيش وعدني ولا ما وعدنيش، عندي قصه من اشبيليه كتقول لك هادي عام وهي معاه وعده بالزواج وعده بكل شيء، دابا قال لها تمشي في حاله ومن عذره قال لك تمشي في حالك، شنو عنده معاك خصك تمشي في حالك وعلى جيتي لعند حنان دعمري حنان شنو صحاب لك خصك تمشي في حالك، عرفتي علاش؟ لان اللي كيبيع راسو اللي لا يرحمه لا في الدنيا ولا في الاخره وما غادي يرحموش، اللي باع راسو في الدنيا راه ما غيترحمش. كيفاش انت هنا كتمشي عند الراجل كتهز الباليزه ديالك كتمشي بحال الزفري، انت بعدا بنت، انت بعدا بنت ما كتحتفظ لا على الشرف ديالك ولا على قيمتك ولا على والو، ما كتقراو ما كتبحثوا ما حتى شي حاجه، الراس ديالكم معفن فيه العفن 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 العفن، هادو من الافكار ديال المعفنين. ها هزالي الماليطه زعما انا في اوروبا انا في اسبانيا سيفيجا زعما سيفيجا اشبيليا، انت هي اللي صنعت لي الخيرالده بنيتيها لي، انت هي العربيه ديال عهد الاندلس، انت هي الاندلسيه. يا وانا تجمع راسك وتشفك الباليزه ديالك جرى عليك الراجل ما تخرج حالك، كتبقى واحد العاشقه واحد العاهره كنت تما قضى بك الوقت وقال لك يلا دابا زلق. نقول لك انا هكذا بالعربيه لان في حالك كاينين بزاف، في حالك انت كاينين بزاف، وراه خرجتوا على الناس هاد الصور اللي كتعطوني عباد الله كيخرجوا وراه هاد الراجل العربي باقي عنده ذاك العقل المتخلف المتزمت، وسحب لك انت جالسه مع البيدرو ولا جالسه انت مع ميخائيل ولا جالسه مع اسحاق رابين ولا جالسه مع شمعون بيريز وانت جالسه مع محمد وعبد الله وعبد الخالق، وكيف قضيت فيها حاجه دابا خصني نسيقها. حنان اختي هادي عام وعدني بالزواج دابا قال لي نهز حوايجي ونمشي بحالي فغادي نمشي، اختي سقسيه ليلو فغادي نمشي، اش كتقول لي انا؟ شكون قال لك تمشي معاه نهار الوليد تهنى اللي طاق ياكم تمشي لعنده؟ وانتم بعد ما كيقول لكم شنو تجلسوا معاه في الديار؟ انتم كتعبطوا. اييه اييه قسما بالله الا كاين بعض البنات، حنا ما كنعموش على الناس كامله ولكن كنهضر بالواقع، كتكون كتمشي عنده كتجي عنده الدار كتكون عنده ها 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 في الاخر كتبدا ما جا، نهار ما جاب واحد الموليطه، نهار ما جاب بلاستيكه زرقاء، نهار ما جاب واحد السويك، نهار ما جاب داك الماركاد التركيا عند بالهم حنا كنرطعوا يدنا. ايوا كل نهار يا داخل حتى كنعمر حتى كيجبر الطواليت بالشامبوانات ديالها كيجبر الكولونيوات ديالها كنعربط كنعربط على الصباط كحال هاد الصباط الزرقاء الصباط الخضر، انا مش نطيب لك انا غادي نعمل لك الشهيوانه، العقل الكوزينه العقل المتخلف العائله الدقره، وانا الدقره نمشي نعمل كونكورسو هنا في اوروبا كنعمل كونكورسو اكسيسوار لانيفرسيتي المسخوطات الوالدين، المسخوطات الوالدين عمل اكسيسوار لانيفرسيتي تدخل الجامعه تقرا وتثقف راسك ونوض تخدم على راسك، ونوضي الفضيحه نوضي الكارثه نوضي الفضيحه نوضي الكارثه. ها وعدني بالزواج ودابا راه ضحك عليا، لا ما ضحكش عليك، انا امراه ونقول لك بان هذا الراجل ما ضحكش عليك، انت ضحكتي على راسك. بقاوش نقلبوا المفاهيم لعباد الله ونعطيو بان احنا الضحايا. اختي في كنتي عام وانتينا جالسه وعدك بالزواج هذا عام كامل ما هضرتش، انتينا تستحليتي القضيه زعما انك زوجته يعني انك زوجه، انتينا عاهره في الحقيقه، عمل كاغيط بعد عاد نزيدو نهضرو معاك، ودابا جرى عليك من حقه شنو القانون؟ القانون اللي يحمي المغفر وخرج من الدار الراجل وعدي. ها هي يعجبك كنعرف كاين اللي ما كيقولولهم شي تجيو تسكنوا، كيقولوا لهم بقاو في الدار ديماكم حتى في التشاف في الفريق غادي نجيو، كتجي كتسفسف له كتدخل له، هي زعما بالك ديه شي وحده، هو دائما مع ديك الوحده العائله، هو دائما غيكون مع ديك الوحده، انت الا داك الشيء اللي كتفكر فيه عنده يكون هو اللي غادي يكون، داك الشيء لان علاش انت العقل ديالك زيرو، عقل زيرو، ما عندك ما تعطي، ما عندك ما تعطي، انت انسانه فارغه، عمر وقتك المصيبه، عمر وقتك، نوض شوف ما تعمل براسك. راه داكشي اللي في العقل ديالك على اساس ان الراجل كيتجبر بهاد الطرق هذا راه هذا خطا، حنا ما حناش المعز باش يشبر شي، الراجل خصو يبقى بالحريه ديالو ما غادي يبقى بالحريه ديالها، حنا ماشي المعز في 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 الكانو، المصيبه هادي جرى عليا في الجيحه كورونا وما حنشي فيا، وعلا انت حنيتي في راسك؟ فرعك عبر عليك والله لا يعطي باباه الصحه، هذا هو الراجل ولا فاله، انا معاه انا في هاد الحاله معاه هو، عرفت علاش معاه هو؟ معاه هو لان هي باعت راسها بالرخيص، وعزت راسك ولقات راسها معزه مكرمه، انتما كتبيعوا راسكم ما كاين غا ها طف، قال لي فتحكم شي باب كيشق غايده باش يقول لك السلام عليكم، وانت كتحشل له المراه من تحت يده، كتقص من تحت يدي بدلو الكعبه تقول ما عادش ما تشبر، ما ملهوفين وشرفتو 33 و34 و35 هادي عندها 36 هاد المصيبه، 36 خصهم يكونوا ولادك كيجريو،
28 27 هذاك وجهت بنادم خصو يتزوج، ملي باقا فوق الثلاثينات ما تزوجتيش وما تتخبى في الدار الراجل. ودابا شرع عليك صعبه عليك، شحال كوزتي بعدا شحال كوزتي بعدا خصني نعرف غير شحال كوزتي المصيبه. كنكوزوهم بالاعداد والارقام ما كنقدرش حتى نحسب. ونفس الاخطاء كنعاودوهم، نفس الاخطاء. دابا هادي يجري عليها ويجي شي واحد من بعد يشوفها هيداك ديك الحاله ويقول لها يلاه معايا، عاود زيد معاه نفس الحاله. وماشي تزيد معاه على اساس تقول انا ما بقاش رزاقه، ولكن انا ملي ندبر على راسي خصني نبدل هذا المنهج هذا ونط نقلب. لا كتمشي كتبرك، كتدخل الكوزينه، كتطلق القرطاله، كتطلق لحبيبها عزيزها عاشقها، قرطل طلق خصك الحبيب شباكيه، ها الشباكيه سلو ها سلو، الله يسلك العينين كانوا يتسلوا لك. يا المصيبه الكحله راكم طيحتوا بالقيمه ديال النساء، طيحتوا دليتوا راسكم يا المدلولات، والو السوق ديالكم. دابا انت اش من عسمه اش دعمل واش من هذا، ما طايح عليك لا سر لا والو. انت باقي نجيبوها مطلقه ونعاودوا لها العرس كيطلع عليها السر وعليها عندها قيمه. دابا انت ما انت مطلقه ما انت مفلقه ما مصيبه. زعما ما فهمتش انا هذه المصيبه ديال هاد الناس هادو. كتجيو لعندي وشكم حمار، كنقول لكم انا بحال هاد الاسئله هادي انا ما كنتصرحش معاها. البنت اللي ما كتحافظش على عرضها وتجلس بقيمتها وتنض عمل وتقرا قرايه ديالها وتكون عندها المعقول في الحياه ديالها، انا ما تضرش بيا. راه غنعطيك علاش كتقلب، وهذا الخطا ديالك ماشي ديالو داك السيد هذاك. هذاك السيد انا ما عندي، انا ما كنعرفوش راجل ما كنعرفوش، هذاك عبر عليك والله الا لا عبر عليك. وباقي اللي جالسين كيسمعوا فيا عندهم نفس القصه، راكم غتكملوا مويمال، غتكملوا مويمال، لان نتوما اصلا رخاص رخاص، كتبيعوا راسكم بالرخيص، كتصرف ديال يماكم ودباباكم. حتى السيد يجي بالقاعده ديالو ويجي بعائلته وتكون المسائل معروفه ومفهومه، كتضرب الكاغط واخا ما يمشي ديك الساعه العرس. نتوما غادي كتدخلوا كتجيبوا الشواكش ديالكم كتبداو داخلين في الدير ديال الرجال. زعما ما تدي شي وحده بالك زعما يهرب لك وغتعذبوا في الحياه ديالكم نتوما، والله الا غتعذبوا في حياتكم غتعذبوا. العذاب دابا العذاب هو بدا، ماشي ماشي عامش بداو له العذاب، هو بدا وهانتوما داخلين في القاعده في الدائره ديال العذاب. والبنات اللي كيسمعوا فيا باقيين جالسين قدام يماهم وباباهم، حاولوا جلسوا في الدير ديال يماكم، ما عليكمش من هاد الحاله هادي، هادي حاله في الاخر كتكمل بالمأساة. غيفد لك شراوتك وغيسيبهم لك من الطاقه، غيفد لك شراوتك وغيسيبهم لك من الطاقه. وانا كنعطي الحق لذاك الراجل، لان ما عنده معك حتى شي رابطه، عنده رابطه معك داز زهول له ونتينا عاهره محشيه له في وسط الدار. دابا شبع منك كيقول لك زليق، واخا تزوج به واخا 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 غينوض، غادي هو كيشوف فيك انك دنيويه اقل مستوى، وفعلا انت اقل مستوى. علاش نتوما ما عندكمش الثقافه ديال تبنيو الديار ديالكم بيدكم وتبنيو وتشريو طونوبيرتكم وتخدموا على راسكم ويكون عندكم الكونت بونكير ديالكم؟ نتوما غا سعاي، ها الثقافه ديال السعايه، السعاي البنت سعايه. غير الا كان شي راجل عنده شي دويره شحال كتسكن وحط طوب وكتحط حداك الطوب، يا لطيف والعياذ بالله. هاد الناس هادو انا ما فهمتش، وهادي 2021 بنتي اسمعتي اشبيليا وسيري لك صافي، هادي هي الدنيا وما فيها. اسيبي جرى خصك تخدم على راسك، خصك تدخل سوق راسك كيما كاع الناس ماشيين. اني مصاحبه باش تنصحيها، الا مصاحبه باش تنصحيها. اسمح لي شوف هاد المصاحبه هادي اللي كتسميوها نتوما مصاحبه باش ما نخليوش الكلمه يعني تبقى هذا تعارف، عنده القواعد ديالو. تعارف انك كتعرف على واحد الانسان، كتخرج معاه لمكان عمومي، كتجلس معاه كتهضر معاه باش تعرف هاد الانسان شنو في رازينو. مكان عمومي ما معنى مكان عمومي، الناس جايزه كتشوفها، الناس جايزه ما ماشي حاديك، هو في كرسي وانت في كرسي كتهضروا، كدي 3 شهور 6 شهور كتعرف على هاد الانسان، خصك تعرف عائلته تعرف المدخل ديالو تعرف هذا. هادو اسئله اللي كيتعطاو ما كاين مشكل، الانسان خصها تكون مهدكه وتكون جامعه، ماشا بالسبردينه في رجلها. التعارف خصني نخرج انا بالسبردينه، شي تعارف انت كتشري عصبات تاكل فيها 10 متر والشعار وتبقى ضربه لي الشعار بالبلاستيك وكتحول لي عينك هكذا والريسي والشفرين كيطيحوا لك في الكاس ديال القهوه والاسئله اللي خصك تطرحها ما كايناش، وجالسه عامله يدك هيدا على وجهك ايوا غيهزك الماء، غيهزك الماء. انتينا اذا كتفتش هنا على الجنس وداكشي اللي كتفتش عليه انتين هو داكشي اللي خصو هو، داكشي اللي كتفتش عليه انتينا باش يكون داكشي اللي خصو هو.
ولا خرجتي تشعل المعقول وهو كان كيف تشعل الجنس غيشوف خصك المعقول يا اما غيزيد معاك يا اما نهار الثاني غيعطيك البلوك. والله ما يعطيني البلوك وما دا والو ما عمل لي والو ما هذا والله يعني يعني السلام عليكم غدا وعدو كيتلاقاني في الشركه نقول له اديوس السلام عليكم محمد كنزيد في حالي ما دا مني لا كبيره ولا صغيره ماشي حنا نتصاحبوا ولا ما هذه الهضره ديالكم انا ما كنعرفش شنو المعنى اللغز من هذه المصاحبه هذه حنا ما كنهضروش على المصاحبه حنا كنهضروا ان البنت كيتعرف عليها الولد كيديها نهار الاولين الدار كدا ما جالو كل نهار ما جاب واحد البريصه في الدار كتدخلها اياه ما كيقولهاش اجي قسما بالله ما كيقول لها اجي كتبدا داخله بحال الطوبه كتعمل وخصها من بعد الراجل يعمل لها القيمه والعائله ديالو يعملوا لها القيمه والله ما يددكوك غيعايرك بها الا الممات انت تم الله كديالنا حنا ما تفلتش منهم كذا ما خاص السحر ديالك وداك الشيء لا 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 كاين بعض الرجال والله ما كيسقر فيهم كان كيتسقر السحر في الرجال وراه حتى واحده ما هي مطلقه هادشي اللي غادي نقول لك يا حبيباتي فانا كنقول لك نصيحه جمع دقمك واحد شويه ودخلي سق راسك وجلسي في الدار ديماك وعمل عمل شان راسك واحد شويه بنادم هو اللي يعمل شان راسو بنادم هو اللي يعز راسو يعز راسو ساردينا مورينغا ام اسماء انا الموضوع شوفي نو انت كتهضري على مورينغا دابا انتينا مع مورينغا انت ومورينغا غادي نعمل لكم زلق معتيني يا ام اسماء وجلسي ولا غادي تزيد مع الباب كتجيب راه كازت مع عبد الناصر مع عبد الخالق كل واحد شحال عاجز معاه في الدار وباقي كتزيد تفشى في الديار بدات مستيبونا وهي طالعه مستيبونا كانت في الدار مشات لمالاغا في الدار جات لجيبيجا في الدار وهي ما مشى قالت لك غا مدريد وبرشلونه ايوا طلع دبر على شي جامبو تفشى عنده عاود هنايا مصيبه من عندكم كتجيكم السيده وكيجيكم الامراض انتم يا سخط الله حوايجكم مهبطين وغير ماشيين ما عندكم قواعد ما عندكم ما عارفين المشاعر ديالكم كيف ضبطوهم ما عارفين حتى حاجه ما فاتحين دقمكم وعرفتوا خصكم تشعر بالبلاستيك تحطوهم فوق راسكم ايوا نعم اسيدي قال لك هذه هي الحياه وخصها تسوق الطونوبيل وانت تسوق الطونوبيل اميه تبقى اميه الفابيطه وانت تسوق الطونوبيل شمن قيمه عندك شمن قيمه عندك What is, where is the bylaw that you have to have? Where is it? ما عندكش. ما عندكش. هي الناس ما بقاتش الناس ما بقاتش كتزوج. الناس ما بقاتش كتزوج، هادوم رخصوا الدنيا هادوم. هادوم بالرخيص هادوم بالباطل هادوم، هادوم بالرخيص بالرخيص، وعدي الراجل كيديها باش يقضي ليله حتى كتجبرها كتسرسب له تدخل له للدار. والمشكل ان في الاخر كيجيو كيقولوا ان الرجال تعداو عليهم اسمح لي اختي اسمح لي هذاك المني ولات اللي كيعطيك وداك الفليسات اللي كيعطيك كيلبس على اساس انه كيعمل واحد السيرفيس وكيخلصك فيه ما انت ماشي الزوجه والام ذو اولاده ما انت الغزاله اه واش بغيتي باش نزيد عليك انا في الراس ديالك راك انت غلطه ضربتي على الرقم الخطا انتو كضربوا على الارقام اللي ماشي هي هذيك دابا انا مثلا غنعيط لاختي واختي مثلا الرقم ديالها كيتكمل بسبعه وانا في عود سبعه نكتب سته وعاد تدخل نقول لها ليلى ولا نقول لها فلانه ولا نقول لها فاطمه ولا عائشه تقول لي انا ماشي انا ليلى عاون عاود نفس عاود تقول لي انا ماشي انا عاون لان كنضرب على الرقم خطا فهمتم كيشريوكم جد بصاصه نهار الاولى وكيعبروا عليكم لان نتوما اصلا نتوما غنبيعوا الشرا نتوما اصلا غنبيعوا الشرا باين عليكم الا عندكم شي منظومه كتمشيو عليها في الحياه ديالكم ما عندكم حتى شي منظومه منظومه تلصق الطفل عند البلاستيك و تشوفوا الا باش تعدوا داك الماكياج باش تخطوا داك المانشاس اللي في وجهكم وداك الحاله اللي السيده عندها 35 عندها 36 عامله بحال عندها 60 عام الا ما غطاتش وجهها بكيلو د الطلا د الماكياج راه مصيبه لك حنا لان علاش منا كيكون العهر منا كيكون العهر عشتي في الديار مع الرجال واخا العياد عندها في وجهك منا كيكون العهر راه العهر مكتوب لك على وجهك واخا العياد تخبع ما عندك يتخبع ونجي عند حنان انا هاد المسائل اللي انا ما كنتساهلش فيها كنجاوبك يعني على الملاء وكنقول لك بان الانسان خصو يحترم على راسو وخصو يحترم راسو واللي ما احترمش راسو يسمع ملاح احمد عقبه
فضينا البنت. انا بالنسبه لي شخصيا خاصها تقرا، خاصها تبني المستقبل ديالها راسها، بلا ما تبقى تسنى الكامبوات يجيو يبنيو لها المستقبل ديالها، وبلا ما تبقى تتحشر بهذا الرجال. وفي الاخر كطر وجهكم حمار، في الاخر خصكم العائله ديال الراجل تقبل عليكم وتعطيكم وتعمل لكم. علاش شكون كنتو نتوما؟ نتوما كتدخلوا من الطيقان، ما كتدخلوش من البيبان، كتدخلوا لنا من الطيقان، وبغيتوا الناس يدخل يحترموكم ويدخلوا عندكم من الباب. كما دخلتوا نتوما الدخله ديال الطاقه، الخرجه كتكون ديال الطاقه، كتدخلوا من الطيقان. هذه هي المعنى ديالها. وهنا في اوروبا كنشوفوا هذا المشكل، هذا راه بزاف كاين. البنت كتبغي الوالد فكتجبر كتمشي عنده، في الاخر كتجوز واحد العام عام ونص معاه، هذاك هو الماكسيموم. كترجع كدار عندي ما لا ما تفهمناش. اه دابا ما تفهمتيش، السيد كلا الحلوى وكلا الكواغط وكلا كلشي وسيب اللي باقي، بقاو غير عطمان. اه شوف هذا مسكين تافق، الله يجعل الغفله بين البائع والشاري، كيعمل لي النداء ديالو يلا يلا البنت الزرقاء زلق، يلا سير وليدي سير سير، الله يعاونو عاونك، سيروا سيروا تخدموا على راسكم واعتمدوا على راسكم. انتم فيما تشوفوا حنان ما تجي موراها كتجريو، واصحابكم حنان هنا ماضي كتكوتا ولا، وسير السي محمد نوض جمع راسك وقف وقف صحيح هذا الرجال. وقال لك حق انا عندي قناه كذا وكذا، ومن بعد شنو كتعطينا انت في ديك القناه؟ شنو كتعمل فيها؟ شنو كتعمل فيها؟ الخرابق، ندخلوا نشوفوا الهضره في الناس، القل والقيل. انا كنصح البنات اللي كاين بزاف الناس ما غادي غيقول لهم عقلهم انا غير كنغوت وصافي، ولكن الاضرار راه كثيره والنتائج غتكون عندكم عويصه. البنات اللي كيسمعوني جالسين معايا هنا في اوروبا، اقراو 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 المصائب، اقراو قاسكم حنان، اقراو اقراو الفضايح، اقراو ما تطلقوش الكتاب نيتكم، اي قريره خرجتوها فهي غتفيدكم. اقراو عباد الله، اقراو عباد الله، انا مزوقه فيكم، اقراو. الحل الوحيد سالفاسيون لونيكا سالفاسيون ديالكم، وهو انكم تعملوا شي حاجه. علاش غادي توقفوا على فكم؟ باش ما توقعوش ضحايا هذا الفكر اللي عندنا اننا نبداو نتحشوا عند الرجال ونتخبعوا في حد الرقم من مور الرجال. راه الرجل ما عندهم يدرق فيكم، ما عندهم يخبع فيك. الو نزيها، انا في الله في العيله. قل لي اعطيني دقيقه، اعطيني دقيقه. ايوا هذا شحال هذيك كتفرج وصافي، وسير تفرج يلا سالم بعد نعيا. كيف عندكم الهوا؟ شنو الغوايب اليوم في فرنسا ولا؟ ايوا بصحتكم يلا غزاله. سلامة نزيه الغزاله، بسلامة بسلامة، من بعد نهضر معاك. وي ا توت الوغ الوغ، ميرسي بوكو، يلا ميرسي ميرسي ميرسي. اذا كما حنا انا كنهضر اون جينيرال، يعني حنا هنا انا كنهضر على الغرب. دابا المشاكل اللي كنشوفوها في الغرب، بزاف ديال البنات كيرفضوا الشواكش ديالهم وكيمشيو عند العزاريه يعيشوا معاهم في الديار ديالهم، هادوم راه اخطاء. انت بنتي خصك تقرا، انت بنتي خصك تكون راسك. راه ماشي سمعتوا الديمقراطيه وشبرتوها من الزنيط، وبالصواب لو كنتو كتمشيو مع هاد الرجال وكتعملوا كتمشيو عند هاد الرجال وكتدخلوا للكوزينه مع سلو الشباكيه. قالت لي اخر البارح سلو، عام فيت كنتمشي على سلو قالوا لي هما السفوف. كنقول شنو هادي سلو ما سلو، ما بغيتش نسقسي في اللايف. قلت والله حتى نهبط ونسقسي ونعيط لواحد الاخت من مكناس عزيزه عليا الله ينورها الله يعمرها دار. قلت لها اختي، قالت لي اه، قلت لها مزوقه فيك، شنو هي سلو؟ قالت لي يا ما عرفتي ليش سلو يا لاله حنان، وسلو هو السفوف عندكم انتم في الشمال. قلت لها اه، قلت اختي هذا سلو سحب لي هو هرب، سلو زاد يعني سلو حنا كنقولوا تسلال وزاد. قالت لي لا سلو هي الماكله. قلت له صافي انا عرفت دابا شنو هي سلو، انسو هذاك هو سلو. سلو هو غيسلل لك مع الباب في الاخر، كتدخلوا له من الكوزينه وداو ماشي من هنا من هنا من هنا من هنا، ما كتخليوش القيمه لراسكم، ما كتخليوش يعني ماشي يعني ماشي نكون دخل الطبيعه. انتوما شحال الديار قوزتوا؟ انا بالله عليكم شحال الديار كتقوزوا انتوما دابا؟ شحال الديار قوزتوا؟ شحال الديار شحال؟ على سحبكم هذاك اللي هذوك اللي مزوجين راه شمتوكم مساكن. فهمتوني؟ مصيبه الكحله. المهم مصيبه الكحله. عندي قصه اخرى في
بحال هذه بنت جات من البلاد، جات من البلاد باقي ما عندهاش الاوراق، جات في الفيزا، حقت الفيزا، تلاقات مع واحد في اندلسيه، عاود تلاقات مع واحد، الميساجات هما هنا مكتوبين عني، ماشي داكشي من راسي. 26 سنه عندها، باقا بنت، تلاقات مع واحد، جلست معاه في القهوه، قال لها تجي تسكن معايا غادي نتزوج بك وانا غنعمل لك الاوراق وانا 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 وانا. رفدت الموزيط ديالها ومشات عنده، قالت عاد ما بقى نخلص الكروانه، عاد درتش الخدمه مع النصارى، وعاد وعاد الخدمه مع النصارى، وكاين شي نصراني قدك. العقل المتخلف المتزمت هو هذا. قالت نمشي نجلس معاه هو غادي يعدل لي الوراق، سمعوا سمعوا هو غادي يعدل لي الوراق. جوز معاها 4 شهور كراله، الراجل مزوج، كلا الحلوه وعلق. ملي واحد الصباح كتنوض كتعيط في التليفون، التليفون ما كاينش، مشات كتفتش في القاوي كتفتش، هذا ما كاينش. خوا ديك المدينه، هو في مدينه وكيخرج من مدينه اخرى، وعنده مراته وعنده ولادو. حتى هي كتعيط لواحد صاحبو بوركاس وليدات، ما عرفتش كيفاش طاحت عليه، قال لها السيد راه مجوج وعنده وليداتو. ام الكرا خلص الكرا جات قالت لها يلاه جمع راسك وخرجنا من الدار. السيد كرا عمل شهرين ديبوسيتو وخلص الشهر الاولي، الشهر الثاني والثالث والرابع كاع ما خلصهم، داو ديك الديبوسيتو جو خرجوا السيده للزنقه. قالت لي انا كنت بنت سهاده ودابا شنو غادي نعمل معاه، واش ندعيه؟ قلت لها فغدعيه فغدعيه، هنا القانون كيقول لك هنا مشيتي ولا هذا، الا كان الاغتصاب ما عندكش الاغتصاب ما عندك ما تدعيه، يعني انت مشيتي بكامل القوى العقليه ديالك. علاش؟ لان هي وكانت شافت واحد القوريه غادي تبدا تبات معاها بالبياته وكلشي. قالت انا نبقى نخدم مع القوريه ونجمع لها انا ليكوش ديالها ونجمع لها، دابا شنو غتجمع؟ دابا ديك ليكوش تفتش عليهم وما تجبرهم شي. كوش دابا تفتش عليهم باش تخدم فيهم وما تجبرهمش. علاش حنا من الاول ما نجبروش الطريق السليمه ديالنا نمشيو فيها؟ علاش حنا كنمشيو عيوش وفي الاخر كنبداو نبكيو ونقولوا حد اخر تعدى علينا؟ اي واحد مشى في الطريق من حافه فهو كيتعدى على راسه براسو، هذه معملوها كقاعده في الراس ديالكم. الطريق ها هي خصنا نمشيو فيها، فيها مصاعب وغادي نتعطلوا باش نوصلوا، اييه غادي نتعطلوا ولكن غادي نوصلوا في سلام وامان. والطريق اللي فيها الزيكزاك كتكمل بالزيكزاك، عرفتوا شنو هي الزيكزاك؟ الناس اللي كيخيطوا كيعرفوا شنو هو الزيكزاك، هي الخياطه اللي كتمشي هكذا بهذه الطريقه هذه، هذا كيتسمى الزيكزاك، الطريق اللي هو منعوش، فهمتينا غادي تكمل بالزيكزاك، طبيعه الحال، وما خصكش تبكي وما خصكش تشكي، خصك تتحمل المسؤوليه ديالك، فهمتيني؟ تينا الراجل ما عرفه علاش شكون هو ولا فين هو ولا هو صدق مزوج، عنده مراته وعنده ولادو، كيخون مراته. ولادو عليه القدة، راجل كبير، قالت لك انا واخا كبير قبلت عليه، انتم كتقبلوا على كل شيء. اه قالت لك واخا كبير راجل كبير عنده شيء عليه 52، قالت لك راجل كبير وقبلت عليه وهي عندها 26، هذا الشيء ما كيدخلش في العقل عباد الله، انت عندك 26 سنة، هذاك قدو قد باباك. لين زايدة؟ والله ينعل الدل، هادو ماشي الوراق، هذا الدل المدلول هذا. اختي ديالي نمشي نخدم انا مع القوريه، عطيني غير 600 اورو في الشهر ونعسى معاها واكله شاربه معاها ونصلي الصليوه ديالي وانا كنقرا. القوريه ما فيهاش المشاكل، غنجمع انا كيبقى لي عشيه كامله خاويه نقرا فيها اونلاين، قسما بالله الاورديناتور ديالي والمسائل ديالي ونقرا اونلاين، وانا كنخرج كريره وانا عندي المسكن وعندي هذا، ونطلب من الله سبحانه وتعالى يطول لي في العمر من هاد القوريه، لان كل ما طول الله في العمر انا مسطوره وانا كنقضي حاجه واحد 4 سنين 5 سنين نخرج كريره ونخرج هذا، الا جاب الله العمر نخرج كريره تحت يدي والوريقات تحت يدي وكل شيء، ونعلي السلم للملك ونقول له فيليبي اكيستامي تيتولو كيرو ترباخار، ونفتش على خدمه ونخدم بحال الناس، ما نمشيش نبقى انا والفلوس ديالي هم في البنك مجموعين، المراه الحره البنت الحره اللي كتكون حره، مش قطعيات هادهم، العقل خاوي غافي ما كانتش تشابوله كتحشاو فيها. حطوا بعملين الله يستر، ما كاين غا كتحشاو وفي الاخر كيزلقوكم. كاين بعض منهم منا كيدخلوا داك الشيء، المهم هو في الاول كيعهد باش الزواج، لان ديال القاعده باش كيجوزوهم، ديال القنطره اللي كيجوزوهم منا، هي مسكينه كتسمع الزواج هاي كتبدا تحلم العماريه وكتحلم داك الشيء، هي حلمتها في 2018 و 2021 باقا ما كاينه لا عماريه لا هم يحزنون. ويلي يا حسرته يا حسرته، اه يا حسرته على الفتاه يا حسرته، مشات الدنيا في سلام وامان، ما كاين والو. 2019 تعهدنا بالزواج،
باقي 2021 باقي حنا كندورو. ندار لالا ندار سيدي، ندار لالا ندار سيدي، ندار لالا ندار سيدي. انا نبركم و تفهم. ها فين العماريه؟ في الاخر كتقولوا جرو عليكم طبيعه الحال. الصلاحيه ديالك انت عزيز الله زول، لقاي يجي وحده صغيره عليك مقرحه شارفه بالنسبه لواحد بنت عندك 33 35 36 وباقا ما زوجتش، فين كنتي؟ عباقا كتمشي عند الرجال في الدار، واش ما كتشبش على وجهك؟ نوع 2019 تعادتي بالزواج على مالهم الدار العدول المسدوده ولا؟ الدار العدول طنقات مجدوده ما فيهاش العدول جالسين. اودي الله يهديكم، كتبقاو تفتشوا على المشاكل وكتدخلوا في الصداعات وكتدخلوا في هاد المعارك هاد المعركات وكتعرقوها مزيان، وفي الاخر بداو تعيطوا اجي فلانه اجي افلان اجي افلانه اجي افلان، انا مسكينه تعدى عليا الداني، انا كنت بقى بنت انا يعمل معايا حل، انا ضحك عليا. وكتضحك على راسك بيدك، البنت خصها تكون واعيه، خصها تدوى بمسألة، خصها تعرف كيفاش تضبط المشاعر ديالها. راه ما يمكنش حنا اللي قالنا شي هضره غادي نمشيو معاه، كيجوزوكم من القنطره الزواج في الاخر كيصدقوكم في القعده كتبقاو جالسين في البوينتي، كيجوزوكم فوق القنطره كطلعوا على القنطره في الاخر كتدبسوا تحت القنطره، كتجوزو كيجوزوكم من فوق القنطره في الاخر كيسرسوكم تحت القنطره، كيعبروا عليكم لان انتم هذا ما كتخدموش، ما كتشوفوش المدى البعيد كتشوفوا غير المدى القريب. لان علاش ما خصكمش تخدموا؟ ما خصكم تعملوا حتى حاجه، خصكم البارد، خصكم البارد، والبارد راه كيتخلص. فعلا انت احسن من هاد الامام اللي كازو كاملين. امام يا امام يا امام، راه الدنيا ماشي هاد عاد بدات، راه باديه من قبل عيسى، ما قبل التاريخ سنتوري، يعني اللي كازو سنتوريس باش انت تضحك على العالم هنايا. وبدا لا انا وعدني بالزواج ودابا كذب عليا، انا قال لي ودابا كذا، انا هذا. لا لا غير المومنتوم ديال اللي جالسه ظهرت شي وحده شي حاجه في استفاد الناس، راه غتزلق نتينا وغتجي داك اللي في استفاد الناس يمشي خطوي عليها. كنسمعوا بزاف ومشى معاها شحال مده وفي الاخر مشى تزوج واحده اخرى، لان كتعرف كتقيمه عندك قيمه لراسك وراه جلس معاك وكره داك نتينا اولى من شي دي واحده اخرى. ثم كتردوا الشواكش ديالكم تمشيو عند رجال تتحشوا لهم في الطوب. ويليام كيقول الزواج من المكتب. نعم الزواج من المكتب، ماشي الزواج من المكتب، ماشي هو ورثوا الشواكش ديالهم مشاو للديار ديال الرجال نجلسوا عنده في الديار. في الاخر خصنا يتزوجوا بينا، الا ما تزوجوش بينا نبداو نعيطوا نبداو نشكوا نبداو نبكيو ونقولوا راه ضحكوا علينا. فهمتيو؟ ماشي نضحكوا على راسنا ونبداو دابا المشكل البنت كيوقع لها المشكل وكتلصقوا في الراجل. تحمل المسؤوليه ديالك. اجي السي سمير يلاه. داز زنقة وزلق، زلق يناديك حبيبي. يلاه يلاه الباب الباب الباب. باب الحباب. La mujer que le está diciendo que quiere, yo sepa si un hombre o una mujer, que me quieres consultar algo, puedes dejar un mensaje, voz o escrito. Yo cuando lo veo o lo leo, te contestaré lo antes posible. Entonces. وانا هنا كنهضر بزاف ديال الناس غيكونوا هنا وغادي يقولوا بان فعلا هاد السيده عندها الحق. شحال منهم عملوا علاقات وهاد النوع ديال العلاقات هذه كتقول بالفشل، وخصوصا ديك البنت اللي كتجي ما عندها لا فلوس لا والو، داخله للدار ديال الراجل متكله، راك انت نحشيتي راسك في العافيه. الا ما كملتي معاك هاد السيد فين غادي تبقى؟ فين غادي تبقى؟ ما كملش يعلق، والاغلبيه ديالهم كيعلقوا واخا كيبقاو معاكم في الاخر كيسمع لكم اللي ما عمركم سمعتوه، حتى القيمه ديالكم ما كاينه. واخا تكبروا غادي تعملوا ولادكم، هذوك ولادكم اللي يسمعوا يماهم رفضت الماليطه مشات عاشت مع الراجل، حتى هما خصهم يعاودوا نفس القدوه. راه البنت كتعلق بيماها، يما رفضت مشات عند العاشق ديالها اللي تزوجت به ولا تصاحبت معاه، تانا عاود غرفت الشاكوش ديالي وغادي نمشي. يما عملتها هذاك الشيء كيمشي من جد لا بوجد، لما كان عندكم شي المدى البعيد، نتوما عندكم داكشي كورطو، عندكم الرؤية قصيرة المدى للأسف الشديد. عندنا هاد البنات الرؤية ديالهم قصيرة جدا، يعني محدودة إلا ما كتزيدش سكوندوس، يعني ثواني على الساعة اللي حنا جالسين فيها.
كنفكروش ما عندناش ديك الرؤيه البعيده، باقي غادي نكبروا وخصنا نرجعوا جدات وخصنا نرجعوا امهات وخصنا نكونوا قدوه وخصنا نعطيو وخصنا نربيو وخصنا ننصحوا وخصنا نعطيو الحاجه اللي فيها السلم والامان للناس وما ندخلوش الناس نهدموهم. هذا كيتسمى تهديم العباد الله، نهدموهم ونطيحوهم. راه ملي كتبنت كتحصل كتبقى حاصله راه حتى واحد ما كيكفيها، حتى واحد ما كيكفيها. شحال من بنت هي طايحه دابا، شحال من بنت هي طايحه دابا. ما كيعقل عليك خاك، ما يعقل عليك عمك، ما يعقل عليك بابك، ما يعقل عليك جارك، ما يعقل عليك حتى واحد. صافي كتكمل مع السولوسيون مع التقاقيب وكيتشرطوا لك وجهك وكتجي الزنقه في الاخر، اما تموت ولا الحاله والسنان طايحين وحاله لا حاله لا اله حاله حاله لا اله حاله هايده. ماشي حنا ما كنهضروش على وحده ولا جوج، هكذا كنقول لكم بيدي نينتو بحال كنقول لكم بيدي هايده. عرفوا الامور راهي طايح اكثر من مايط. علاش؟ لان ما عندناش اللي نصحنا، ما عندناش اللي وجهنا. واحد البنت فاتت الماليطه مشات عند الراجل، والديها ما كيهضروش معاها، خواتها ما كيقولوش الله يهديك راه هادشي اللي كتعملتي نفسك ضرب بالك عليه. غارفه دوزيد، غارفه دوزيد، غارفه دوزيد. شنو هاد المصيبه هادي؟ اوعدي ما كيخلوش الناس يمشيو يخطبوا، الله يستر، كيخطبوا راسو بيدهم. اوعدي ما كيخلوش حتى العائله د الراجل فين تزيد، مصيبه هادي. بحال دابا انا جالسه تجي شي وحده تسكري هنا عند ابني هنايا تدخل لي والله حتى نجي عليها بالعواد، قسما بالله حتى نهيط نخرجها من الباركوي انا بعدا. قول لها جاي بنتي، انت ما عندك يمك، ما عندك بابك، ما عندك خالك، يلاه مشى للدار ديال يمك الا يمك عندها شي دار، يلاه ايوا قاعد زيد. قول لها جاي بنتي انت شكون ربك بعدا؟ نقول له شكون ربك؟ شكون ربك هذه التربيه هذه؟ راه التربيه هذه راه هذه مصيبه هذه عباد الله. عملوا الخطابه ديالكم، العدول الحمد لله يجيو حتى للدار الا ما قدرتوش تمشيو، كتعملوا واحد الكواط والحمد لله ندم واخا ما عملش العرس، داكشي الدنيا هانيه. ولكن انا جالسه حتى نجبر انا وحده داخله لي للدار وانا ما مشيت ما عرفت ما والو كيفاش. واه والله حتى الخرجه كطير قسما بالله، تكون منيش اي جنسيه وباي جنسيه ديالها غنهضر معاها بالوقت. نقول لها يلاه يلاه يلاه، عمرو قال لك شي واحد زول لك تقول لي نيني؟ يقول لها ولا نيني الباب زنقه، الدور يو هاف اوبن، يلاه تقعد عند الباب. ايوا قال لك الحياه هادي، وحتى بني نهضر معاه. قول له ياك شي باس ما كاينه وليدي، ياك لاباس، واش هذا الكوارطيل هذا الفندق هذا شنو هاد المصيبه هادي؟ المشكل ديال البنات هذا في الحقيقه، وخصوصا هادوم اللي كيجيو من اوروبا. انا كنوصي هادوم اللي كيجيو بلا اوراق، البنات اللي كتجيو بلا اوراق راه ما تبقاوش تيقوا يقول لكم غيعاد لكم الوراق، سيروا فتو على خديمه بالبياتة. سمعوا منيش كنقول لكم حل سهل، حل سهل، دوري خدم معاها بالبياتة، ضرب معاها غير 4 سنين تخرج كاريره ديالك وانت من الدار، الفيسا ديالك كيتخبعوا، واكله شربوا وتهلا في ديك المراه. كنضربوا عصفورين بحجره واحده، عصفورين بحجره واحده، وحنا مخبعين حتى يحن الله. حتى ولا جاب الله العمار من ديك القوريه كنخرج بواحد الشهاده تحت يدي، الفيسا ديالي عندي في البنك وانا مرتاحه نفسيا. دابا نتوما كضربوا عامين وثلاث سنين، عام هنا عام هنا. دابا هادو دابا هاد المشكل ديال هاد الناس هادو كتجبر عاشت في دوير اخرين مع رجال اخرين وسرسبوها وباقا كتعاود نفس الديسكو. في الاخر كيقولوا لك العوانيس، هادي ماشي عنيسه هادي، هادي هادي ما هي مطلقه ما هي عنيسه، هادي مصيبه شحال هادي، هادي اللي كتعرفونا ما كنعرفوش حتى انا اللي بجوج الاولاد. هادي تبارك الله هادي هادي مدرسه ديال بلا ما نقول شي مصيبه. انا هنا فين عنيسه؟ بايره بقات فيكم مسكينه بايره هادي، هادي ما بايره ما والو، هادي ما بايره ولا هم تصح تصح هم اللي قالوا في مراكش. واحد كان طلع معايا من المانيا ممرض باقي كنعقل عليه الله يذكره بالخير، ما عرفتش شنو قال لي، قال لي ما كاين لا هادي ولا ست حمص ولا ست حمص ولا ديك هذا. قلت له شنو هاد الحمص؟ قال لي ست حمص يعني ولا هم يحزنون. قلت له اه هي دابا هادي. وهنا الجاليه خصها ترد بالها، الرجال ديالهم كيصادونا هادو اللي بلا اوراق وكيبداو يكتبوا عليهم. فانا كنقول لهاد البنات اللي كيجيو عندها 26 عندها 25، سير بنتي دبر على راسك خديمه، خدم بعراقك، خلي راسك من هاد المشاكل. انا نوريك السي مراد الماكياج، انت ما عرفتكش كراجل بعدا ولا شي حاجه اخرى. هاك السي مراد الماكياج هو زليق، هذاك هو الماكياج. شحال عندي بلا ماكياج؟ كنحمر كنشعل، هيدا شحال عندي فنه على بقات في الماكياج، ندكدك على مليار منك.
سي بحالك بعدا انا ما نخليش يشبر لي حتى في الصباط يمسح لي الصباط عاش السمعي يلاه زول لك باب زنقه يلاه 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 يلا تقعد تقعد اولادي تقعد فين الماكياج بقات في الماكياج بقات شنو عندك هنا محمد بقات كيفاش كتفكر محمد بقات كيفاش كتشوفني الحياه محمد بقات شنو كنعطي في الحياه محمد بقات كيفاش كتربي ولادك محمد بقات كيفاش كتعامل مع الاهل ديالك محمد هذا هو الماكياج وين الماكياج بقات في الماكياج بقات في العقل الصحيح السليم في الجسم السليم اولادي يلا استحمس والله الا تضحكني نعم اذا النصيحه ديالي انا شخصيا للبنات حاولوا تقراو قرايه ديالكم حاولوا تخدموا على راسكم حاولوا تكونوا راسكم خصوصا في البلاد هاد البلاد الغربيه انا كنهضر على الناس لان هاد المشكل هذا واقع هنا وعندي قصص منه هنا وهو هاد القصص اللي كيطيحوا هاد البنات هادو في الفخ كاين اللي كيطيح في الفخ كاين اللي طماعات وهذوك الطماعات راه غتجيبوها غا في راسكم وما حقت لها اختو ديالو عمته غانين عنكي انت ما تسواش حتى التراب اللي كتقوز عليه اختو لان اختو قاصه في دارها معززه مكرمه مجوجه بالرجل ديالها وبوليداتها ما كتسنى لا خطوش ولا منوش يعطيها ما تاكل انت اللي قاصه تما شنو غيعمل لك زول تبقى حاصله انت الغزاله فين اللي خصك تحضي راسك وربي ذقمك واجمع ذقمك هادشي اللي غادي نقول لك هذه هي النصيحه اللي غادي نعطيك شي حاجه اخرى ما عندك ما تدي راك غا كتلعب على الوقت الضائع كنظن 2018 2019 دابا 2021 راه مده طويله وقسما بالله الا كيسرسموهم كيجريو عليهم كيكونوا معاهم بعلاقه وكيجريو عليهم كيبقاو لاصقين فيهم كيتبعوهم واه كيرفدوا كيشبروا الطياره وكيبداو ماشيين كيجريو اييه وسمعوني كيلصقوا 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 لصقت 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 هو كيقول لها غاسل بحالك وكيعمل لها التصاور كيقول لها باي باي كيقول لها في التليفون كيقول لها بنت الناس راه انا مش نتزوج بك وهيديك لاصقه 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 وطن دار سبق سبق ها عندي يما هضر معاها قول لها خرج خطبني الراجل الراجل هي خصها غير الراجل هو بنتي هذه ماشي الحياه ماشي هي غير الراجل فقط الحياه بنتي ماشي هي غير الراجل راك غلطه الحياه ماشي هي الراجل بوحدو الراجل هي خضره فوق طعام خصك تكون راسك الاول سيهم اختي الواتساب او تما عندك خلي الواتساب ديالك نعم نصيحة ديالنا هي البنت عزز راسها دق راقها ديالها تكون راسها تخلي المكانة ديالها معززة مكرمة ما تدلش راسها لان الدل كيجيب الدل كصحاب لك المعيار المعيور كلشي كيعرف يتعاير المعيور ما غياكلكش الخبز هذيك دابا انتينا اللي كتمشي باش تعايره وداك الشيء ماما هذيك بعدا شوف غير الحياه ديالك تني عايشه فغتوصل لانتين هذيك جالسه في دارها هذيك جالسه في دارها انت في جالسه جبرتي الجنب ودخلتي عنده طات سعد هي جالسه في دارها وكاينه مقارنه كبيره شاسعه تينا عوم غير في صحتك نقيو راسكم محشوش نقيو راسكم راه دابا حتى الرجال انا بديت كنلاحظ واحد الملاحظه هاد الرجال بداو مع المراه اللي كيزعموا على ناس كبار منهم كيدخل عند المراه اختي ممكن نتعرفوا علاش كيدخل عندك كيقول لك ممكن نتعرفوا هو عارف انت ما غتعرفش كيجرب حظه كيقول وهي هذيك شفت انا بالجمال ديالها وداك الشيء ومشات معايا وهذه زعما هذه ما تردش علينا سيدي الفاضل هذيك اللي شتيها وجميله ومشات معاك هذيك ما كتسوى ريال انتي مشيتي غير مع الزبل حاشا العالم اما هذيك اللي كتشوفها انتي ما هي جميله ما هي والو واقفه تم هذيك ما تجوزكش حتى في القاع الصباط اها ما تجوزكش حتى في القاع الصباط ما ترضاش بك اصلا ما تعطيكش حتى السلام عليكم وعليكم السلام والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما تخسرش عليك نقول لك من هنا غنحاول نجرب حظك نسى فيهم وفيهم نسى ماش كاملين بحال بعضهم وهاد الرخيصات هادو هاد البغابونداس هاد الانديخي ناس اللي كنسميهم انا خيلا ما تجاوبوش هادوك القطاطية لان كاين البلوك يتعدل فهمتوني هاد الانديخي ناس هادو اللي كنسميهم انا هاد الهايشايشات اللي كنسميهم انا هادو راه
الاخر النتيجه ديالهم باينه. كتبان عندها فاتت الثلاثينات، يعني المراه عندها 30 عام وهي باقا كتشاف الديار ديال الرجال، داك غير لها جوج. يعني هذه الشيم هذا فين كنتي انت ملي كانت عندك 26 27 سنه؟ اجي بعد الباكالوريا عندك؟ لا. البروفي عندك؟ لا. وما معنى هذا انك خلقتي هنا في اوروبا؟ ما معنى هذا انك عندك الجنسيه؟ نصلح لك هادشي كامل، حتى حاجه ما استفدتي. شوف ما استفدتي لان الجغرافيا ديالك، الموقع الجغرافي ديالك انه كيعطيك التعليم بطل. ما استفدتي انك في بلد ديمقراطي وانت كتشوف الاجانب كيف انهم عايش. ما استفدتي حتى شي حاجه، انت انسانه عاله في المجتمع، عاله، والنهايه ديالك غتكون ماساويه. ولا مشى حتى بنادم ولد معاك، انت هي كارثه كارثه، لان ديك الوليده تيطلع مساك مدمر، لان العقليه ديالك ماشي عقليه سليمه. لان واحد المراه اللي كتبيع الجسد ديالها هذه ما كتستحقش بعدا ديك الطفل اللي غادي يجي، راه تقدر تبيعو حتى هو، تقدر تبيعو حتى هو. لان كيفاش غادي تعمل باش تربي هذه؟ ام صالحه ما كتبيعش راسها بعدا اصلا. كيفاش غتربي هاد الوليدات؟ غتربيهم على الفسق وعلى العهر وعلى المصائب الكحله هذه. علاش غادي تربيهم؟ علاش غادي تربي هاد الوليدات؟ والعياذ بالله والسلامة، ونطلب الله يحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. راه هاد الناس هادو ما كيفكروش، ما كيفكروش ينقيو العقول ديالهم. وما كيدوم غير الصح صحيح. اسمعني يا فاطمة، الصح صحيح اللي كيدوم، الخرابق كيديهم الريح. فهمتوا؟ الخرابق كيديهم الريح. خدي جاتني بعد دانك شينا الغزاله، فيلين فيلين دانك. انا نتمنى الجاليه اللي كاينين هنايا والناس اللي خلقين هنا يسمعوا بان حاولوا، عملوا رياضه، عملوا كونكورسات، عملوا يعني سيكلوس، عملوا اي حاجه باش تنقضوا بها راسكم، الا القعود والتفكير في الرجال والذهاب وراء الرجال. خساره عظمى بالنسبه للبنت، خساره عظمى بالنسبه للبنت. لان النقطه ان هنا الانسان يقدر يعيش، لان حق يعني الانسان الا بغى يمشي يعيش مع شي راجل هنا ما كاينش اللي يراقبه فعلا، لان دي دوله ديمقراطيه، الانسان عنده حق يعيش كما بغى. ولكن ماشي مساله ان الديمقراطيه انا نسيب راسي للتهلكه. فهمتوا؟ ماشي نسيبوا راسنا للتهلكه، لان نسين الديمقراطيه ها هي. نسينا تشوف العقل ديالك شنو فيه، وهذاك السيد اللي مشيتي معاه شنو عقله، علاش تربى، شنو هي البيئه، شنو هما المعطيات اللي تعطاولو في الحياه ديالو، كيفاش كيشوف الحياه، كيفاش كينظر للحياه. كيبقى مغربي ولد بلادك وعارف يعني حتى هو والكلام وكلشي، وصحابو كيهضروا وهذا كيهضر وهذا وهذا كيهضر وهذا كيهضر، والعالم كامل كيهضر وكلشي معروف، كلشي معروف. انا كنقول الاخت هذه اللي في سيفيجا راهي كتصنت معايا شتا طلعت. انا جيت صريحه، انا ما كيعجبني نخبى حتى حاجه. وفحال هذا الموضوع هذا كما قلت لي انت، كاين اصدقاء ديالك حتى هما عندهم نفس المشكل، فانا كنجاوبك وكنجاوب الصديقات ديالك حتى هما ان هاد الطريق اللي كتخسروها فهي طريق غير صحيح. الطريق اللي صحيح هو الانسان خصو يعتمد على نفسه ويخدم على راسه ويحسن يطور من القدرات ديالو. فضينا شي طريقه اخرى الا كتعرفوها انتم بغيتوا تتبعوها، حنا ما شفناها ما قريناها ما قرينا عليها، اذا هاد الطريق هادي غامضه، وانا الحاجه اللي غامضه ما كندخلش فيها. وغادي تكملوا في ازمات نفسيه، غتكملوا في اكتئابات، في صدمات، في كل ما يعني ما لا يحمل عقباه، غتشوفوا غير المآسي. زهرة بارك الله فيك. إذا الإخوة باش مازيدش نستعطلوا، لأن غنمشيو نتغداو، ربي يحفظكم. إذا شكرا لكم، وغادي نتلاقاو إن شاء الله في لايف آخر. إلى اللقاء، مع السلامة. كنتمنى لكم أمسية سعيدة إن شاء الله. بارك الله فيكم وشكرا بزاف.